بعث صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء المقر حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى فخامة الرئيس عمر حسن أحمد البشير رئيس جمهورية السودان. عبر سموه فيها عن خالص تهانيه لفخامته بمناسبة ذكرى استقلال بلاده، متمنيا له مفور الصحة والسعادة وللشعب السوداني الشقيق مزيدا من الرفعة والتقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء المقر برقيتي تهنئة ممثلتين إلى كل من أخيه الفريق أول ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس جمهورية السودان وأخيه معالي السيد حسب محمد عبد الرحمن النائب الثاني لرئيس جمهورية السودان، ضمنهما سموه أطيب تهانيه بهذه المناسبة الوطنية.